تاريخ هذا. اشوف بابوك حاطنا بعد. لا هذا انت ضبط عشان الصوت يعني. اي هذا كنترول ماله. يعني تحته مسمده. حلو. يسانده عشان ما يطيح ونربطه بربط حبال كنا رابطين محمل. يا سلام عليك. اي نعم. لحظه لحظه لحظه. كنا رابط محمل. يعني هذا كلام كبير يعني انت يا تحط هندسه. نعم. والله انك وفي. والله انك انت وفي. وفعلا عاشق لهذا النادي العريق. نعم نعم. عشقي له مدى الحياة. عشقي له. ذكرت أيام أول؟ نعم. ذكرت أيام التعب والشقة؟ نعم نعم والله. والله أقول لك يعني ربيت في هذا النادي 40 سنة ربيت في النادي. شوية ها والله مش شوية يعني فوق هذا أنت بعد في الحلوة والمرة. نعم وياهم ما نسيتهم. لا 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 لا, لا. ما أنساهم والله. أنا يا جماعة أني يعني رحت فوق في الملعب وشفت من بعيد كيف واقف وياي بالونان بالعربانة هذه. والله أنه موقف شدني ونزلت قلت إلا أشوف كيف الوفاء في زمن صعب فيه الوفاء. هذا فعلا أنا أقول أشكرك بالنيابة عن الجميع. الله يعطيك العافية. والله بالنيابة عن كل الأندية ترى وكل جماهير الأندية. الله يخليك. مثلك وشرواك ترى عملة نادرة في الوفاء والحب والتقدير حتى في غياب الجماهير أصريت. الله نعم 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 نعم. في أي مكان. وعمر الإنسان ما بينسى تعب. ما ينسى نعم. ما بينزون حتى عاصرنا المنتخب. المنتخب. نعم هذا الونان عاصر المنتخب.